مشاهدينا، وللحديث أكثر عن التطورات العسكرية في أوكرانيا وضغط استمرار العمليات الروسية هناك، معنا من إسطنبول عبر سكايب الخبير العسكري العقيد أحمد حمادة. سيادة العقيد، السلام عليكم. وعليكم السلام، أسعد الله مساءك. حياكم الله، أسعد الله أوقاتك. هل تحتاج روسيا أو موسكو أكدت أن انتصارها في الحرب حتمي؟ على ماذا يعتمد بوتين في هذا التصريح؟ هل التطورات على أرض الواقع تثبت ما يدعيه بوتين؟ اليوم يعني مرت أكثر من 300 يوم على بداية الغزو الروسي على أوكرانيا، ولكن حتى الآن موسكو لم تحقق أي نتيجة من الأهداف التي أعلنتها، بداية إسقاط النظام أو السيطرة على كييف أو استسلام الجيش الأوكراني أو تسليم الأسلحة أو القضاء على النازيين الذين يتكلم عنهم بوتين. لكن الحقيقة بأن الأيام تثبت بأن روسيا وقعت في مستنقع وأنها هي التي تخسر الحرب، ولكن التصريحات الروسية التي تقول بأن على روسيا أن تكسب الحرب هي إلا يعني كلام من أجل رفع الروح المعنوية المتهاوية لدى الجنود والضباط الروس في الميدان. رأينا بأن الجيش الروسي الذي حارب في باخموت، وهي قرية صغيرة يعني 70,000 نسمة عدد سكان باخموت، ولكن انسحب الجيش الروسي مهزوما أمام صمود الجيش الأوكراني. كذلك انسحب من خيرسون ويتكبد خسائر، لذلك لجأ الجيش الروسي والقيادة الروسية إلى ضرب البنى التحتية من كهرباء وغاز وتدفئة من أجل الفت في عضد المقاومة الأوكرانية، وكذلك من أجل إنهاك الشعب الأوكراني نفسيا عندما يتم قطع الكهرباء والماء والغذاء والمحاصرة في هذه الأشياء والدفء، خاصة بأن اليوم درجة الحرارة ناقص 20 في أوكرانيا. لذلك اعتمد بوتين على بعض الدول المارقة كروسيا، وهي كوريا الشمالية وبيلاروسيا وكذلك إيران، من أجل يعني استعواض النقص الشديد في الأسلحة وخاصة الصواريخ. لذلك لجأ إلى شاهد 136 الطائرات الكيميكاز الإيرانية، ولكن الدعم الغربي اليوم لأوكرانيا، والتي خاصة الدعم العسكري السياسي بتزويد أوكرانيا بمنظومات الباتريوت وعدة منظومات إيريس الألمانية الدفاع الجوي، وكذلك اليوم يعلن الدول الأوروبية بأنها ستزود أو ستدعم أوكرانيا ب 77 مليار دولار في العام 2023، عدا عن 45 مليار دولار دعم أمريكي في العام الماضي، وتزويد منظومات من الهيمارس وغيرها من المنظومات التي دمرت الجيش الروسي ومنعت من تحقيق أي نصر في الميدان في هذه المعركة الظالمة التي يشنها الروس على أوكرانيا. طيب، عوضا عن الدعم العسكري الذي تحتاجه موسكو، هل تحتاج روسيا اليوم لعملية تعبئة جديدة بالأفراد كما زعم وزير الدفاع الأوكراني، الذي يؤكد أن خسائر القوات الروسية بلغت 100,000 قتيل من الجنود الروس؟ هل هذا الرقم دقيق أو إلى أي مدى هو دقيق؟ يعني حتى الآن لا يوجد أي مصدر موثوق في الخسائر، لا الروس ولا الأوكرانيين، ولكن يعني غياب الحقيقة هي الظاهرة اليوم في الأحداث في أوكرانيا. ولكن هناك خسائر فادحة بالفعل في القوات الروسية وكذلك في العتاد والأفراد، لذلك لجأت روسيا إلى التهديد بالنووي واستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ البعيدة والصواريخ الفرد صوتية، وكذلك الاعتماد على الميليشيات وعلى عصابات واغنر وعلى بعض المرتزقة من سوريا ومن ليبيا ومن بعض المناطق التي تغطي فيها النقص الشديد في القوات البشرية. لذلك نرى بأن الهجوم الروسي يتأخر جدا في أي منطقة من المناطق، يعني حتى الآن انسحبوا من خيرسون، ولكن
لم يحققوا أي شيء. كذلك اليوم هناك استعادة لبعض القرى والمناطق، يعني تقدم للجيش الأوكراني في عدة نقاط في دونيسك ولوغانسك، رغم أن الجيش الروسي يعني انسحب أو واغنر انسحبت من محيط باخموت بعد معارك 5 أشهر لم تستطع روسيا وواغنر من السيطرة على هذه المناطق. نعم هناك خسائر كبيرة ربما تصل إلى 100,000 بين قتيل وجريح ومفقود وأسير وهارب من الخدمة الإلزامية. رأينا أن الجنود الروس يفرون، وخاصة عند التعبئة بلغت يعني تذكرة الطائرة إلى الدول التي لا تحتاج إلى فيزا إلى 5,000 دولار من أجل أن يهرب المكلف في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية الروسية. طيب هنا بالحديث عن أوكرانيا بالتحديد، كيف تقيم أداء القوات والدفاعات الجوية الأوكرانية، وهل هي فعلا قادرة على صد أو الصمود وصد القوات الروسية بعد تأكيد روسيا قصفها لأوكرانيا بأسلحة بالغة الدقة، وما كما ذكرتم وكما يتناولون ونتناول بالأخبار يعني استهداف البنى التحتية بشكل أشد ضراوة من قبل روسيا في أوكرانيا؟ بداية الحرب استطاعت بالفعل روسيا من تدمير المطارات وأجهزة الدفاع الجوي والرادارات التي هي العين المبصرة في السماء الأوكرانية وفي كل مجالات جوية، ولكن الاستعواض الذي بدأت تأتي به أوروبا وأمريكا في منظومات دفاع جوي ومنها ستينجر، زودوهم بالستينجر وزودوهم بسامز التي تحمي البيت الأبيض، وكذلك اليوم تعلن أمريكا بأنها ستزود أوكرانيا بطائرات أو بصواريخ الدفاع الجوي الباتريوت الحديثة، وكذلك هناك منظومات عدة، إلا أن كل هذه المنظومات الجوية لا تستطيع أن تجعل هناك حظرا جويا للطائرات المسيرة أو للصواريخ أو للطائرات الحربية في سماء أوكرانيا البالغة يعني كبيرة جدا، لذلك تحتاج إلى مزيدا من الدراسة ومزيد من الدعم من قبل أمريكا وقبل الغرب، لأن الدفاع الجوي هو مجال واسع جدا، يعني مثلا صواريخ الباتريوت ربما تحمي مدينة واحدة يعني بنصف قطر 100 كيلومتر، ولكن إذا قلنا كل 100 كيلومتر بحاجة إلى بطارية، فكم من الكيلومترات أو البطاريات تحتاجها أوكرانيا من أجل تغطية الأجواء؟ والمسيرات والطائرات والصواريخ تحتاج إلى يعني دفاع جوي متعدد الطبقات، يبدأ من 50 متر فوق سطح الأرض وحتى 27 كيلومتر، حيث مجال طيران بعض الصواريخ والطائرات التي توجد لدى الروس. سيادة العقيد، هنا لدينا معادلة وهي روسيا ومن بعدها إيران والدعم بالمسيرات الإيرانية وأمريكا ومنظومة الباتريوت التي تدعم فيها أوكرانيا، كيف يمكن أن نفهم هذه المعادلة وكيف ستؤثر على سير المعارك هناك؟ يعني إيران اليوم هي متحالفة بالفعل مع الروس، زودتهم بالمسيرات بحدود 1,000 مسيرة، هذه المسيرات يعني تحدث بالفعل يعني خسائر جدا كبيرة، يعني هذه الطائرات تزن متفجرات 50 كيلو، تمشي بحدود 1,600 كيلو أو 500 كيلومتر وأكثر، كذلك هي يعني قليلة الثمن وهي لا ترى بالعين يعني بالرادارات بشكل كبير، لذلك تحتاج إلى دقة وتحتاج إلى يعني تكنولوجيا أكبر لإسقاطها. ومثلا إذا أردنا أن نقول بأن صاروخ الباتريوت هناك بعض الصواريخ 4.7 مليون دولار، هل سيتم إطلاق صاروخ 4.7 مليون دولار أو حتى مليون دولار بعض الصواريخ الدفاع الجوي على مسيرة ثمنها 20,000 دولار؟ لذلك تستخدم يعني روسيا هذه الأنواع من الطائرات المسيرة من أجل إحداث البلبلة والحرب النفسية وكذلك تدمير البنى التحتية من الكهرباء والماء وغيرها التي يحتاجها المواطن الأوكراني، بمقابل تزويد أوكرانيا بالمعلومات والتكنولوجيا التي
تلزمها من أجل تطوير عتادها العسكري. الولايات المتحدة فرضت عقوبات على كل الشركات التي كانت تستفيد منها إيران باستخدام بعض أجزاء الإلكترونية والأجزاء التي تستخدمها في تصنيع الطيران المسير. لذلك اليوم هناك حظر وهناك عقوبات شديدة على إيران، وهذا ما أدى إلى تزويد يعني أوكرانيا بالأسلحة الحديثة واستقبال الرئيس زيلينسكي في البيت الأبيض، وهذا يعطي دفعة معنوية قوية للأوكرانيين جيشا وشعبا ورئاسة وقيادة من أجل الاستمرار في هذه الحرب. طيب سيادة العقيد، يعني اليوم على ماذا تعتمد الاستراتيجية الأوكرانية وعلى ماذا تراهن أيضا؟ يعني وهل نستطيع القول بأن روسيا خسرت الحرب؟ وكيف يمكن أن تحسم هذه الحرب ولصالح من؟ وممكن أن يكون السلاح النووي هو آخر الحلول لحسم الحرب المستمرة؟ روسيا خسرت الحرب التقليدية منذ انسحابها من محيط كييف وارتكابها يعني عدة مجازر وانسحابها من المطارات في تلك المنطقة معتمدة على بيلاروسيا. اليوم يعني الأوكرانيين يعتمدون أولا على الصمود وعلى الروح المعنوية لدى الشعب الأوكراني والجيش الأوكراني، وكذلك على الفارق التكنولوجي الذي يوجد ما بين الأسلحة الشرقية الروسية وكذلك بين الأسلحة الغربية. كذلك الروس اليوم هم يعني منهزمون في رأينا تبديل عدد كبير من القيادات العسكرية الميدانية والقيادات الاستراتيجية، وهذا يدل بأن الروس لم يفلحوا في قيادة الميدان وفي استغلال الأسلحة والظروف الموجودة. رأينا الجيش الروسي يترك الأسلحة تدور وهو ينهزم تاركا هذه الأسلحة أمام الجيش الأوكراني. لذلك هذا من يقاتل بالفعل هو الإنسان بالإضافة إلى التدريب الجيد والروح المعنوية العالية. شكرا لكم من إسطنبول الخبير العسكري العقيد أحمد حمادة، شكرا جزيلا لوجودكم معنا. أهلا وسهلا بك.